يرضي عليكم بعدا ضامنتو معايا وجيتو معايا الله يستركم والله يخلي لكم وليداتكم وانا رانا ما مسامحاش بحق ولدي رانا غنجيهم هنا يومي صباح وعشيه يدخلوني نشوف ولدي انا ما طالبه منهم حتى حاجه قالوا لي ولدي باللي مريض خاصني نشوف ولدي قالوا لي مريض خاصني نشوفه هو براسه اللي هنا قال لي لا بلي راه مريض وراه كل نهار كيجي عند الطبيب خصني نعرف انا علاش كيجي عند الطبيب ولا وقعت شي حاجه لولدي رانا ما نسمحش ليهم رانا عندي الولاد ديالو راه ما نسمحش ليهم انا غنبقى ديما غادي ديما غادي نجيب ما نبقى ونجيب ولادي ونبقى نعس هنا انا ما عندي ما ندير ما عندي حتى حاجه في الدار اش غنجلس ندير في الدار ما عندي ما ندير غنجيب ولادي ونجي هنايا والناس تنشوف اش غيديروا معايا حتى يدخلوني ما عرفتش ميت ولا حيا انا شغالي أمه عادي لا تحزني أمه عادي لا تحزني كل الرفاق أبناؤكي أمه عادي لا تحزني كل الرفاق أولادكي كمل الواد الكلمة دي دابا ولدك مريض ولدي مريض عنده قالوها لينا هما قالوا لنا بلي راه مريض راه مريض وراه ناعف كاين في هذاك الكاشو ودابا خصني نشوف هو قال لينا راه كل نهار كنجيبوا ليه الطبيب علاش كيجيبوا ليه الطبيب اذا المريض يعطيوه ليا كل عير يعطيوه ليا انا قتلو قدامهم ملعون من الزياره كل عير قتلوه وعطوه ليا الديه ندفنو ما يبقاش عندهم وولدي ما دار والو انا عارفه ولدي ما دار والو ما دارش علاش غيتشد دابا انت عندكم زياره ما عندنا زياره قالوا لينا من دابا حتى يفوت العيد الكبير ب 15 يوم ودابا راه 15 يوم ديكتاتوريه هذا هو النظام ديكتاتوريه ما عارفاش انا دابا اللي كان الشباب غير كنقول غير كنقول انا راه هنا ما عرفتش واش كاين ولا كاين واش غادي نجيب ولاد ونعس هنا نبقى جالسه هنا حتى يدخلوني نشوفوا باش نعرفوا بعدا واش كاين ولا ما كاينش اللي يدخلونا مع رقه علينا هذا ولا ما جيناش معاهم يصيفطوا لينا نقسموا معاه هاد ثلاث سنين نقسموها معاه حيت حنا راه بزاف علينا ثلاث سنين راه حرام راه عار الان يوم الاجل تايب ثلاث بحال اليوم ندخل نشوف ولدي داكشي اللي بغيت ما بغاوش راني غنجي نقلع انا خاصني كاملين معاك وكاملين معاك وكاملين معاك خاصني معاك وكاملين معاك